السلام عليكم. الموقع ده معتمد ان انت بترسم سكتش وبيحوله لك لصورة. يعني خلينا نرسم مثلا حاجة كده زي اهرامات، ونرسم كده شمس بسيطة خالص، شخبطة عادية خالص، ونقول له هنا احنا عايزين شمس ورا الاهرامات، ونقول له جو، ويبدأ يحول الشخبطة دي لصورة. الشخبطة اهيت اللي ملهاش اي معنى. يبدأ بقى الذكاء الاصطناعي يدهلنا بالحلاوة ديت، تمام. بيحاول ان هو ياخد التكست دوت، ويحاول ان هو يشتغل على الحاجات اللي احنا رسمنا منها، ويبدأ ان هو يكون لنا صورة. طبعا دي من والاساس بتاعها الاستيبل ديفيجن، وهو ده اوبن سورس، عشان كده الناس كلها بتشتغل عليه، اللي هو تكست تو ايمج، وسهل جدا في الاستخدام، وفي برومت كتيرة موجودة، وفي حاجة اسمها كنترول نت. هو بيبدأ ان انت تديله صورة، ويبدأ ان هو يشتغل عليها ويكون لك صور. ده يعتبر زي بلاي جراوند، او يعني ملعب بتاعنا، بنبدأ ان احنا نجرب قبل ما ينزل التقنية دي على المواقع التانية. يعني دي كلها في المختبر هاجنج فيس، وده منصة بيبدأوا يجربوا عليها الحاجة، ويشوفوا ردود الافعال، او يشوفوا الناس رأيها ايه في التكنولوجيا دي قبل ما تبدأ تنزل على الموقع. تقدر ترفع اي صورة وهو يبدأ يكون لك الحاجة بتاعتها، تمام. وطبعا في هنا advanced option، بحيث ان انت تتحكم في المخرجات، مثلا عايز كام صورة، وعايز الجودة بتاعتها قد ايه، تقدر تعدل من هنا، او تقدر تقول له القاني هاي قد ايه، الستيبس قد ايه. فدي من ضمن التكنولوجيات الجميلة جدا. هو عامل برومت جنريتور، وبرضو بيديك تسهيلات ان انت تفهم البرومت، او تعمل سيرش على برومت معين بحيث ان انت تستفاد منه. هو عنده في القاعدة بتاعته 12 مليون برومت في القاعدة البيانات او الداتابيس.